السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنبتدي بقى نوصل البيك مايكرو كنترولر بتاعتنا على بروتوس، تمام، كسيميوليشن يعني. وبعد كده هندخل على المايكرو سي، نبدأ نعمل الإعدادات الثابتة اللي هنعملها مع كل بيك هنستخدمها من النوع 16 اف 8 7 اكس اي، تمام. أما في أنواع تانية بيكون لها إعدادات تانية، لما نتعامل مع الأنواع التانية دي هنبقى نشوف الإعدادات بتاعتها. إنما الإعدادات اللي أنا هعملها في الفيديو ده خاصة بالنوع اللي إحنا بنتكلم عليه حاليا في الفيديو ده، تمام. تعالى أول حاجة نروح على برنامج بروتس ونشوف الموضوع هيمشي إزاي. تبتدي بقى تفتح برنامج بروتس عادي جدا، تمام؟ هتيجي من هنا كده من الحتة اللي فوق دي، هتلاقي هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك لو أنت عايز تعمل نيو سكيما هتضغط هنا كده على الأيقونة دي، هيفتح لك الشاشة اللي قدامك دي. نصيحة مني قبل ما تعمل أي حاجة في بروتس، احفظ الملف بتاعك الأول. هنعمل كنترول إس، تمام؟ يعني هتعمل سيف كنترول إس. وبعد كده انا مثلا هحطه مثلا هنا عندي، انت دايما يعني حاول تنظم الداتا بتاعتك بحيث ما تضيعش منك. ادي هنا احطها مثلا هنا، اعمل فولدر هسميه مثلا سكريبت 1 مثلا، تمام، واعمل هسميه هنا تيست. كده انت حفظت الايه؟ حفظت البرنامج بتاعك. انا كتبتها سكريبت وهو مش كود اصلا، مش مشكله. المهم ان انت سمي ايه، يعني سمي الفولدر بحاجه انت تعرفها بعد كده. طيب دلوقتي احنا قلنا ان في توصيلات ثابته للمايكرو كنترولر، المفروض ان انا اعمل التوصيلات دي على بروتس عشان برضه هروح اعملها في العملي. انا عايز اجرب سيميليشن، فاجي على برنامج بروتس ده. برنامج بروتس برنامج سهل جدا وبسيط جدا في التعامل مع المايكرو كنترولر، ولكن لا يفضل استخدامه في الحاجات اللي فيها هاي سبيد. هاجي دلوقتي على البي اللي هنا دي. انا دلوقتي يا شباب في الوضع اسمه سيلكشن مود اللي هو اللي فوق ده، هتلاقيه مضغوط عليه اوتوماتيك او باي ديفولت. هضغط على البي، هيفتح لي هنا الكي ووردز بتاعتي. اقول له بيك 16 اف 8 7 7 ايه، تمام، واضغط عليها مرتين. انا طبعا لما باجي اتعامل مع برنامج جديد ما بحبش اشرح كل حاجه في البرنامج، لا، بحب الحاجه اللي انا استخدمها اروح اعرف عنها، لان مستحيل انت تعرف كل حاجه في البرنامج. اما الحاجه اللي انت هتعرفها وتجربها بايدك مستحيل هتنساها، تمام. طيب تعالوا بقى نجيب، عشان ده السبب يعني ان انا ما شرحتش الايقونات بتاع البرنامج والحاجات دي. طيب تعالى دلوقتي هنجيب ريزيستور، هتكتب ار اي اس، هيجيب لك هنا الريزيستور اهي، تضغط عليها مرتين، هتيجي هنا على الشمال. بعد كده انت عايز بوتون، عايز سويتش بوش بوتون، يعني تضغط بوتون، تضغط على ده مرتين، هيجيب لك البوتون. بعد كده احنا عايزين كريستال اوسيليتور، هتكتب كريستال، تمام، هتلاقي جاب لك هنا الكريستال اللي هي الكوارتز كريستال دي، تضغط عليها مرتين، هتظهر فيه على الشمال هنا في الديفايس. بعد كده انت عايز ايه تاني؟ انت عايز كاباستور، تمام، ادي الكاباستور بتاعك اهو. هتجيب جنرال، يعني جنرال كاباستور، وبعد كده انت تحدد القيمه بتاعته، تمام. ادي الجنرال كاباستور هنضغط عليه مرتين، هتلاقيه ظهر على الشمال. بعد كده خلاص انت مش محتاج النافذه الثانيه، تقفلها. بعد كده بقى تبدا توصل التوصيلات الثابته اللي انا قلت لك عليها. ادي هتضغط هنا على البيك وتيجي تضغط هنا كليك شمال هنا، تمام، هتلاقي البيك جات لك اهيت. لو انت عايز تكبر هتلاقي هنا عندك الزوم، او من التاتش باد بتاع اللاب بتاعك او البكره بتاع الماوس، يعني هتبدا ان انت تكبر عادي. طيب لو انت ملاحظ هنا هتلاقي الترتيب اللي هو مرتبه لك هنا مش زي الداتا شيت خالص، تمام. ليه؟ هو هنا في البروتس قال لك عشان اسهل على الناس، انا هجمع لك بدل ما بورت سي في الداتا شيت لو انتوا فاكرين كان شويه على الشمال وشويه على اليمين، قال لك لا انا هجمع لك بورت سي على بعضه اهو اللي هم الثمانيه على بعضهم، وبورت دي الثمانيه على بعضهم اللي هم اللي تحت دول، والبورت بي الثمانيه على بعضهم، وبورت ايه السته على بعضهم، وهكذا. وجمع لك البنتين بتوع الكريستاله فوق، وهو وهنا مش حاطط لك البنات بتاع الباور اصلا، يعني مش موجوده. ليه؟ هو اصلا باي ديفولت بيقول لك انا خلاص انا فاهم ان البيك دي شغاله ب 5 فولت وانا اوتوماتيك انا موصلها، يعني ما تشغلش بالك بالموضوع ده، تمام. طيب اول حاجه هنيجي نوصل الكريستال، ادي الكريستال اهي، حطها هنا رايت كليك كده، هتلاقي عندك كل بقى الاوبشنز، تعمل روتيت كده وهتوصل الكريستال بتاعتك كده بالشكل ده، بتقف هنا لحد ما البن تحمر، وبعد كده تشد كده هتلاقي الخط بيمشي معاك، تمام. طيب فاضل ايه؟ فاضل ان انا اوصل المكثفات الخاصه بالكريستال. ادي المكثف الاولاني اللي هو ده، وادي المكثف الثاني اللي هو ده، ممكن ابعدهم عن بعض شويه عادي كده، اضغط عليه مرتين واسحبه، تمام. هوصل هنا واوصل هنا، تقف عليه كده وتوصل. طيب بعد كده قلنا هنوصل الطرفين التانيين بتوع المكثف بالارضي. الارض هتجيبه منين؟ هتجيبه من هنا، في حاجه اسمها التيرمينال مود، هتختار منها جراوند وهتوصل الارض بتاعك، تمام كده. طيب فاضل ايه؟ الكريستاله دي اضغط عليها مرتين كده عشان تحط القيمه بتاعتها، احنا عايزينها 16، عايزينها 8 ميجا مثلا، تمام؟ بعد كده تقول اوكي، وبعد كده المكثفات دي انت مش عايزها 1 نانو، انت عايزها 22 بيكو فراد، تمام؟ وعايز المكثف اللي تحت 22 بيكو فراد اللي هو ال 102 اللي احنا قلنا عليه، مكثف ال 102، تمام؟ بعد كده احنا قلنا كده كده الباور متوصله، فاضل بس ان انا اوصل البنه بتاع الماستر كلير. البنه بتاع الماستر كلير فين؟ ادي البنه بتاع الماستر كلير تحت اللي هي الواحد، قلنا هنجيب البوتن هنحطه هنا،
البوتن ده المفروض ان انا عايزه يوصل ايه؟ عايزه يوصل ارضي. لو انت البوتن مش راضي يتحرك معاك تعمل رايت كليك وبعدين تعمل دراج اوبجكت هيتحرك معاك اهو، تعمله تحطه هنا كده. طيب ده لما اضغط عليه انا عايزه يديني ايه؟ عايزه يديني ارضي عشان يعمل ريسيت للمايكرو كنترولر، يعمل لها اعاده بدء او رسترة زي زرار الريسيت اللي موجود في الراوتر يعني. طيب بعد كده انت عندك الباور، عايز تجيب 5 فولت، 5 فولت اللي هي الدي سي ديت، عشان لما عشان في البدايه خالص يبقى ال 5 فولت واصله لمين؟ واصله للماستر كلير. ادي في البدايه خالص ال 5 فولت هتبقى واصله للماستر كلير، بس عن طريق ايه يا شباب؟ بس عن طريق مقاومه. يبقى المفروض ان انا احط هنا مقاومه الاول، لازم احط مقاومه هنا الاول. انت عارف انت لو ما حطيتش مقاومه هيحصل مصيبه في الدايره، يعني تخيل كده انت موصل دي كده على طول من غير مقاومه، لو ضغطت على السويتش يبقى انت وصلت ال 5 فولت بالزيرو، يبقى كده ايه؟ كل سنه طيب. تمام؟ فاحنا هنحط المقاومه الاول، هنروح نجيب المقاومه. ادي المقاومه بتاعتنا. هتحطها بعد كده تعمل رايت كليك، تعمل روتيت، وتطلع ده فوق شويه كده، تسحبه لفوق، تسحب دي لفوق شويه، يعني حاول تنسق الرسمه عشان ما تبقاش مبهدله، لان بعد كده لما ندخل في الدوائر الكبيره لازم تكون الرسمه بتاعتك منسقه. طيب بعد كده دي وصلت ودي كمان وصلت، يبقى انت كده وصلت الماستر ايه؟ الماستر كلير بتاعتك. ممكن تشدها يمين شويه كده، تمام، وتشد دي كمان. طبعا البار اللي احنا حطيناه فوق ده لسه مش واخد اي فولت، فانت تختار من هنا دي سي وتحط له هنا 5 فولت، ولو انت عايز تسميه زائد 5 عشان يبقى واضح قدامك هتسميه من هنا زائد 5. تمام؟ يبقى كده زائد 5 فولت مكتوب قدام حضرتك اهي. اول لما اضغط على السويتش هيدخل زيرو للماستر كلير، يقوم الماستر كلير يشتغل ويعمل لي ريسيت للمايكرو كنترولر. اما في العادي ال 5 فولت واصله لمين؟ واصله للماستر كلير والبيك شغال. دلوقتي دي التوصيله الاساسيه المفروض كل مره هتوصلها في اي بروجكت، تمام؟ فلازم تخليها قدامك كده، واي بروجكت هتوصله بقى هتزود على التوصيله دي، تمام؟ طيب ده بالنسبه للتوصيله دي. طب تعالوا بقى نروح على المايكرو سي ونشوف ازاي هنقدر ان احنا نظبطه عشان نبدا نبرمج المايكرو كنترولر اللي قدامنا ده بحيث ان هو يطلع اوتبوت او ندخل له انبوت والكلام ده. تعالوا كده نروح على المايكرو سي. هتروح برده نفتح المايكرو سي اهوت، ادي برنامج المايكرو سي فور بيك، تضغط عليه. الفيرجن اللي معايا ده 7.6، ممكن يكون مختلف شويه عن اللي معاكم. لو كل الناس منزله نفس اللي انا رافعه يبقى كلنا هنبقى شغالين زي بعض. اول ما البرنامج يفتح هتعمل فايل نيو زي اي برنامج عادي، نيو بروجكت، تمام. بعد كده البرامج الجديده بتبقى يعني القائمه دي مختلفه عن البرامج القديمه شويه، هتعمل ستاندرد بروجكت نيكست، بعد كده يقول لك اسم البروجكت بتاعك، هنسميه مثلا ليد بلينكينج، يعني هنعمل فلاشر لليد معينه، هنجيب ليد ونخليها تيجي وتطفي، تمام. الكريستاله بتاعتك 8. الديفايس نيم، ركز جدا في الديفايس نيم عشان لو اخترته غلط مش البيج مش هتشتغل اصلا. يبقى هنختار البيك 16 اف، تنزل تحت كده 16 اف 8 7 7 ايه، ادي 8. بعد كده هتلاقي بقى السبعه جت 16 اف 8 7، دي 8 7 7 هي، مش هي دي، لازم يكون بعدها حرف الايه، تمام، لان في بكا كده يعني 7 7 وفي بكا 7 7 ايه. طيب اهي يا شباب هتخليك تدور لحد ما تلاقي البيك 16 اف 8 7 7 ايه، والكريستاله بتاعتنا اللي احنا شارينها. لو انت شارك كريستاله 8 هتحط 8، شارك كريستاله 20 هتحط 20، شارك كريستاله 4 هتحط 4 وهكذا، تمام. بعد كده هتعمل نيكست. الفايل نيم بيقول لك ان هو ما ينفعش يبقى بيحتوي على ايه، هو بيقول لك ان الفايل نيم يبقى حته واحده على بعضها، يبقى انت هتعمل ليد اندر سكور بلينك، تمام. بعد كده هتعمل نيكست، تمام. بعد كده بيقول لك اد فايل تو بروجكت، يعني انت عايز تضيف ملفات على البروجكت بتاعك ده، هتقول له لا. بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل فينش. وقبل ما نعمل فينش هنرجع تاني، لو انت عايز تحط البروجكت بتاعك في اي حته هتعمل هنا براوز وتحفظ البروجكت بتاعك في اي مكان انت عايزه. انا مثلا هحفظه في نفس المكان اللي حفظت فيه الديزاين بتاع البروتر. بعد كده هعمل نيكست، تمام. بعد كده هعمل فينش، الاقي البروجكت بتاعي اتفتح وقال لي على حاجه كده او كتب لي حاجه اسمها الفويد نيم، تمام. الفويد نيم دي هي الداله الرئيسيه اللي انت هتكتب جواها الكود بتاعك، تمام. تاني، الفويد مين هي الداله الرئيسيه في لغه السي اللي انت هتكتب جواها الكود بتاعك. لحد اللحظه دي احنا خلاص جاهزين ان احنا نكتب اول برنامج، ولكن اول برنامج ده هنكتبه في الفيديو اللي جاي عشان ما نطولش الفيديو اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله.